نروح لكابيلو رانجواجا مدرب احمال الفريق اللي قاد اللعيبه النهارده في جانب من التدريبات البدنيه، واللعيبه ادوا جانب من تدريبات الجري وتدريبات بدنيه متنوعه بالكوره مع بدايه التمرين النهارده في فقرات طبعا قادها مدرب الاحمال. وجونيور اجاي زي ما قلنا لحضراتكم لاعب وسط الفريق بدا في ان هو ينفذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في الجيم على هامش التمرين الجماعي الفريق اللي كان النهارده الصبح على ملعب التاتش. وزي ما حضراتكم عارفين أجاي كان تعرض لإصابة مؤخرا أبعدته من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والمباريات. طيب نروح لخبر عن الفار. النهاردة حضراتكم عارفين إن السيزون اللي فات إحنا ابتدينا نطبق الفار، التجربة ما كانتش يعني النتائج اللي إحنا كنا متوقعينها ما كانتش الحقيقة على قد المستوى، يعني إحنا كنا مستنيين حاجة أحسن من كده، كنا مستنيين إنه الفار يساعد الحكم في مهمته ويمحي بقى أو طيب خليني قبل ما نتكلم على الفار والتطورات الخاصة بيه